عايز قبل ما نخش في امور فنيه كتير عن كوت ديفوار ونقاط القوه والضعف في المنتخب الايفواري ان شاء الله، الضعف اللي نستغلها والقوه اللي احنا نتجنبها ان شاء الله، اسالك عن رايك في اللي قاله محمد صلاح النهارده في المؤتمر الصحفي. جميل جدا. وانا حسيت ان هو جايب اخره. يعني حسيت ان هو زعلان واتكلم من جواه قوي، واتكلم الكلام اللي احنا كلنا بنقوله، ان الموضوع بقى دمه تقيل بصراحه كريمه كتير. محمد صلاح النهارده تحس اتكلم زي اي حد. اولا هو بيتهاجم 24 ساعه طول الوقت، بيتهاجم كل النهارده. اشرف حكيمي جاب جون فاول، الناس اخذت كلام اشرف حكيمي، بص اشرف حكيمي مقارنه يا جماعه، مال اشرف حكيمي مال محمد صلاح، مال ساديو ماني بمحمد صلاح، مفيش حاجه خالص. وفي نفس الوقت هو قال حقيقه للاسف، وحقيقه وظاهره بتكتر وبتزيد كل يوم عن يوم. ظاهره ان فتره كابتن حسام البدري كنا بنقول ان الناس فاقده الشغف مع المنتخب، اصل المنتخب اداؤه مش كويس. كابتن حسام ممكن يكون الجماهير عندها شويه تحفظات على بعض الحاجات مع كامل احترامنا وتقديرنا ليه، لكن بعد ما جه كروش الناس ما عندهاش حجه. انت ما عندكش، بتلعب كاس امم افريقيه، بتلعب اهم بطوله دايما في تاريخنا، وداخل على تصفيات كاس عالم، الناس بعيد عن المنتخب طول الوقت، قاعده انا مستني لك واحده وانت مستني لي واحده. لا يا جماعه، ده منتخب مصر. الراجل قالها صراحه، جمهور الاهلي زعلان عشان لعيب في الاهلي، جمهور الزمالك زعلان عشان لعيب في الزمالك، ده الواقع. وده الواقع. بس عمرنا ما كنا كده، وعمر ما الروح دي هتودي لحاجه. وواضح ان اللعيبه حاسه بالروح دي، وواضح ان اللعيبه متاثره. انا لكل اللي بتمنى محمد صلاح بيعتبره كابتن الفريق واللعيبه الخبره ان هو يفضل طول الوقت قافل على الفريق ده. بكره ماتش، بكره ان شاء الله يا رب الماتش اللي وراه باذن الله على خير، لحد ماتشين مارس. لازم المنتخب ده اللعيبه تقفل على نفسها وتركز في هدفها ان هي تسعد الناس كلها، بصرف النظر عن اي حد بيفكر بلون الفانيلا. لون الفانيلا هو لون فانيلا منتخب مصر فقط لا غير.